السوبرفيشال ديجيتال فليكسور ماسل اللي هي بين الاثنين هي بتوع الجاستروكلينيوس. التندون بتاعها اهو بنعمل انسيرشن ليها تحت عند الديجيت، بيكمل لحد الديجيت تحت اللي هو سوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون. سوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون. بعد كده في عندي طالما في سوبرفيشال ديجيتال فليكسور ماسل هيبقى في ديب ديجيتال فليكسور ماسل، بس هي مش بتبقى ماسل واحده يعني كتله واحده كده، لا دي عباره عن ثلاثه هيد، عباره عن ثلاثه اجزاء ثلاثه هيد. ايه هما بقى؟ اول هيد فيهم اهي واصغر واحده فيهم في الحجم اللي هي سوبرفيشال هيد اوف الديب ديجيتال فليكسور ماسل. سوبرفيشال هيد اوف الديب ديجيتال فليكسور ماسل. تاني هيد فيهم بس دي بقى شوفها من ناحيه الميديال بس اللي هي الميديال هيد اوف الديب ديجيتال فليكسور ماسل. ميديال هيد اوف الديب ديجيتال فليكسور ماسل. تالت هيد واكبرهم في الحجم اللي هي دي بقول عليها الديب هيد اوف الديب ديجيتال فليكسور ماسل. الديب والسوبرفيشال ممكن امسكهم من ناحيتين، من ناحيه الميدل ومن ناحيه اللاتر، اما اللي بتتبان بس ميديال هي ميديال هيد. يبقى دي سوبرفيشال هيد اوف الديب ديجيتال فليكسور ماسل ودي ميديال هيد، والكبيره دي الديب هيد اوف الديب ديجيتال فليكسور ماسل. ادي الثلاثه هيد اهم شفتهم؟ الثلاثه هيعملوا لي تندون واحد اللي هو ده اهو اسمه الديب ديجيتال فليكسور تندون. اسمه ايه؟ ديب ديجيتال فليكسور تندون اللي هو ورا السوبرفيشال. يبقى ده السوبرفيشال وده الديب ديجيتال فليكسور تندون. تالت تندون معايا اللي هو بيبقى عند العظمه على طول او ورا العظمه على طول هو ده اسمه سسبنسوري ليجامنت. اسمه ايه؟ سسبنسوري ليجامنت. تمام؟ يبقى عندي الثلاث حاجات اهمت ورا بعض، سوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون، ديب ديجيتال فليكسور تندون، سسبنسوري ليجامنت. سسبنسوري ليجامنت دول كودال، الثلاثه دولت ناحيه الكودال يعني ناحيه الحافر من قدام ورا من ورا اهو. اللي من ناحيه الحافر من قدام بس هو ده اللي هو الكومون ديجيتال اكستنسور تندون. كومون ديجيتال اكستنسور تندون. تمام؟ طيب احنا قلنا كده اللي هي الديب ديجيتال فليكسور ماسل بالثلاث اجزاء بتوعها. اخر عضله من عضلات الفليكسور ودي بتبقى لازقه في التيبيا من ورا، التيبيا الميديال سيرفيس بتاعها بيبقى سبكات يعني تحت الجلد على طول يعني مش مضغط باي عضلات. ايه العظمه باينه اهي. العضله اللي لازقه فيها من ورا على طول دي دي البوبلوتيال ماسل. اسمها ايه؟ البوبلوتيال ماسل. تمام؟ يبقى دي مين؟ بوبلوتيال ماسل. بوبلوتيال ايه؟ دي بالنسبه للعضلات بتاعت الفليكسور جروب. وقلنا الاكستنسور. يبقى هقول بسرعه كده عضلات الفليكسور تاني. قلنا الجاستروكنيميوس دي الميديال هيد واللاترال بتبان ناحيه اللاترال، جاستروكنيميوس ماسل. بعد كده في عندي دي سوبرفيشال ديجيتال فليكسور ماسل، سوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندر، دي ديجيتال فليكسور ماسل، سوبرفيشال هيد، ديب هيد، ميديال هيد. التلاتة ليهم تندون واحد اللي هو الديب ديجيتال فليكسور تندون، والتالت اللي هو السسبنسوري ليجامنت. السسبنسوري ليجامنت والعضلة اللي ورا التيبيا على طول دي هي البوبليتيال ماسل. البوبليتيال ماسل، البوبليتيال ماسل من ناحية اللاترال دي عبارة عندي عن اللاترال هيد اوف الجاستروكنيميوس. دي اللاترال هيد اوف الجاستروكنيميوس. دي السوليوس ماسل. السوليوس ماسل دي باينه معايا اهي برضو من ناحيه اللاترال زي ما اتفقنا بالديب هيد اوف الديب ديجيتال فليكس. الديب هيد اوف الديب ديجيتال فليكس بشوفها من ناحيتين، وديت السوبرفيشال هيد اوف الديب ديجيتال فليكس شفتها من الميديال وشفتها من اللاترال. اما اللي مش هتبان معايا هي الميديال بس هي الميديال هيد. تمام؟ بعد كده في عندي حاجه اسمها الكومون كالكينيال تندون. كومون كالكينيال تندون ده كبير ده اللي هما بيعلقوا منه الذبيحه عند الجزار تلاقيه متعلق من تندون كبير كده. ده بقول عليه الكومون كالكينيال تندون. جاي منين؟ جاي من اتحاد تندون بتاع خمس عضلات. ايه هما؟ السوليوس والجاستروكونيميوس والسوبرفيشال ديجيتال فليكسور اللي هي في قلب الجاستروكونيميوس من جوه. ده ثلاثه. واثنين من عضلات اللاترال بتاعت الساي اللي هما عندي السيمي تندونوزس. التندون بتاع السيمي تندونوزس بيبقى مكمل معايا كده. سيمي تندونوزس والكالكينيال بارت اوف البايسبس فيموريز ماسل. كالكينيال بارت اوف البايسبس فيموريز ماسل اهو التندون بتاعه اهو. واجي الجاستروكنيميوس والسوليوس والسوبرفيشال ديجيتال فليكسور هنا اهو كلهم بيعملوا لي التندون المشترك الكبير ده اللي هو الكومون كالكينيال تندون.
كومن كالكينيال تندون. هتلاقوا مكتوب عندكم في المذكره او في الكتاب ان التندون بتاع السوليوس والجاستروكينيميوس بس بقول عليه الاكيلس تندون. بقول عليه اكيلس تندون. اكيلس ايه؟ اكيلس تندون. يعني الاكيلس جزء من الكومن كالكينيال، جزء من كومن كالكينيال. والسوليوس والجاستروكينيوس بسميهم الترايسبس شرير، بسميهم ترايسبس شرير مصر. دي بالنسبه لعضلات الاكستنسور وعضلات الفليكسور مصر. ايه اللي ممكن هنشوفه هنا تاني؟ الليجامنت بتاعت الباتيلا. في عندي ثلاثه ليجامنت، في عندي كام ليجامنت؟ ثلاثه. عندنا كام واحد يا ثلاثة هم. من ناحية اللاترال ده لاترال باتيلر ليجامنت، لاترال باتيلر ليجامنت. في النص ميدل باتيلر ليجامنت، في النص ميدل باتيلر ليجامنت. من ناحية الميديال، ميديال باتيلر ليجامنت، ميديال باتيلر ليجامنت. يبقى ده ميديال باتيلر ليجامنت، ميدل باتيلر ليجامنت، واللي ناحية اللاترال لاترال باتيلر ليجامنت، لاترال باتيلر ليجامنت.